صباح النور، صباح الورد والياسمين على احلى متابعيني واوفياء على القناه الكوجينه التونسيه المقطيه. اليوم جيت وجبت لكم اكله تاع الشارع، اكله سهله وسريعه، المقلوب التونسي. ان شاء الله يتعجبكم اليوم، وما تنسوش الاشتراك في القناه واللي يشترك لي يكتب لي تعليق حتى نشترك بالمثل. فرجه ممتعه للجميع، ان شاء الله نهاركم زين. بالنسبه للوصفه المقادير، نستحقوا لهنا 300 غرام من الدقيق الابيض اللي هو الفارينه، عليهم نصف كاس من الشاي حليب دافئ، وكيف كيف نكملوا نعجنوا بالماء الدافئ. عليهم غرفه صغيره من الخميره ومغرفه صغيره من السكر، عليهم ابيض بيضه ورشه ملح، اول حاجه نحطوا المغرفه صغيره تاع السكر ونزيدوا عليهم غرفه صغيره خميره، ونصب معاهم كيس تاع تاي، نصف كيس تاع تاي حليب، ونحركوهم مليح ونخلوهم 10 دقائق يرتاحوا ويتفاعلوا. وبعد ما خليناهم يرتاحوا نزيدوا معاهم ابيض بيضه ونزيد معاهم خليط تاع فارينه بشويه بشويه، ونخلطوهم، وكل مرة نزيدوا شوية. طيب باش نصب الماء ونبدأ نعجن. كما تشوفوا هنا عجينتنا تلصق، باش نمسح يديا بشويه زيت نباتي ونلم بيه العجينه. Thank you.
ولهنين تحصل على عجينة رطبة وما تلصقش في اليدين. خلوا عجينتنا ترتاح ونحضروا الحشوة متاع المقلوب. بالنسبة للحشوة نستحقوا لهنا صدار الدجاج قصيتهم مكعبات، والتوابل نستحقوا مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة من الثوم البودرة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وملح حسب الذوق. باش نطيبهم بالقشدة الكريمية والبصل المقصوص على طول، وسلطة كيف كيف عندي البصل فيها والخيار والطماطم، وباش نزيد معاهم البطاطا المقلية. أول حاجة لهنا حطيت كان الزيت والبصل المفروم ومعاهم الدجاج يتقلاو شوية، وعندي البطاطا اللي فريت كيف كيف فوحتها بالكركم والملح، وبعد ما تقلوا شوية زيت الكريمة وزدت معاهم نفحات اللي سميته لكم من بكري. وهنا تحصلنا على خليط كريمي. طيب باش نجيب العجينة متاعنا بعد ما ارتاحت ونخدمها، تبعوا مليح طريقة. نرشو فارينة من اللوطة باش نخدموها وما تلصقش. ناخذوا بيدينا العجينة كما حبة المندرين ونغطسوها من فوق للوطة في الفارينة حتى تمشي معانا في الطرحان. وبعد ما شكلناها دائرية باش نحطها في المنديلة حتى ما تلصقش ونخدم الكعبات اللي باقيين.
وبالنسبه للحشوه اختياريه، انا هنا عملت الهريسه، واللي ما يحبش يعمل هريسه بالحار ينجم يبدل بالكيتشوب. وزدت معاهم المايونيز، وزدت معاهم السلطه الخضراء والدجاج اللي طيبته، وزدت معاهم الفريت يعني البطاطا المقليه، وزدت معاهم الفرماج اللي هو الجبنه، وزدت معاهم الزيتون اسود. انا عملت هنا دجاج ودرت بطن، تنجم ما تعملش بدجاج، تحب تبدل تعمل بطن، يعني كل شيء يجي صراحة جاني روعة وهايل وخفيف، يحبوه لصغار وكبار، وحاجة ما تشتش الوقت. بعد ما شكلتها وطويتها نجم تقصوا الزيت كما تشوفوا لهنا بالسكينه. انا هنا عملت العجينه متاعي خفيفه، تنجم تعملها باش تولي مشبعه، تنجم تعملها اغلظ شويه للي يحبوا. ومن بعد الكل باش نستفهم نحطهم في الفرن على نار قويه، نحط من النار من الفوق ومن اللوطه، واللي ما عندهاش النار من الفوق تنجم تعمل يعني من اللوطه وتقلبها من جهتين. Thank you.
تحصلنا على مقلوب بنين ومشخشخ يعمل 66 كيف. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبكم، نتقابل في فيديو جديد. حاسيلو جاني مشخشخ وروعة وبنين. إن ودكم ومن شاهيكم أحبائي، إن شاء الله نهاركم زين وأسعد الأيام.